بنرجع لحضراتكم مرة أخرى ومرة تانية كل سنة وكلنا يا رب طيبين وبصحة وبسعادة. ليلة عيد جميلة، عيد ميلاد مجيد جميلة بإذن الله على كل إخواتنا المسيحيين. وطبعا احنا عارفين انكم هتبوظوا الدنيا النهاردة، النهاردة بالليل هيبقى الفطار وأكل من كل ما لذ وطاب، بالهنا والشفاء عليكم جميعا، وإن شاء الله صيام مقبول بإذن الله. طبعا هنتكلم في الفقرة دي عن مشاكل السمنة اللي مش مقتصرة بس على الزيادة العالية في الوزن، كمان بعض الأشخاص بيكون عندهم مشكلة في 5-6 كيلو كده متكومين ومتركزين في مناطق معينة، ومهما بنقلل من الأكل الوزن بيبقى ثابت ما بيتغيرش، وده اللي بنسميه ثبات الوزن أو الدهون اللي هي العنيدة جدا اللي بتحتاج لعوامل مساعدة بجانب النظام الغذائي الصحي. طيب النهاردة كمان في تبويظ بالليل لإخواتنا المسيحيين، هل ممكن يأكلوا كل اللي نفسهم فيه من غير ما يبقوا خايفين كمان من زيادة الوزن اللي هتحصل تاني يوم والفترة اللي جاية طبعا في الأعياد؟ ده اللي هنسأله النهاردة من ضيفتنا اللي منورانا، دكتور هبة حسام أخصائية التغذية العلاجية. ازيك يا دكتور هبة؟ ازيك، عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. يعني على شقين بقى هنتكلم في اللي هيبوظوا النهاردة، اخواتنا المسيحيين النهاردة عندهم عيد وهيكسروا الصيام وهياكلوا من كل ما لذ وطب بإذن الله. طبعا الأول كده، هل ممكن اللي بيتبع نظام غذائي إن هو الوجبة الفري اللي بيعملها أو الدايز بقى أو الأيام الفري اللي جاية عليهم إن شاء الله ما تأثرش قوي في زيادة في الوزن؟ اكيد طبعا احنا ممكن نخليها متأثرش، وممكن النهارده على الرغم ان هم هياكلوا كل حاجه نفسهم فيها بس نقنن او نرتب الاولويات بتاعه الاكل. يعني مثلا ناخد كوبايتين ميه وبعدين نبدا بالسلطه، وطبعا بعد كده البروتين، وده هيبقى اهم حاجه طبعا بالنسبه لهم، وبعد كده ممكن ناكل بقى الكربوهيدرات سواء كانت رز او مكرونه او عيش. فاحنا لو رتبنا الترتيب ده احنا عادي جدا، حتى نسبه الدهون اللي ممكن تتخزن او نسبه الكالوريز العاليه عادي ممكن نحرقها في الايام اللي جايه عادي. اهم حاجه بس ان احنا نرتب الوجبه، وطبعا طبعا لازم يعني بعد بقى الايام دي كلها لازم ناخد حاجه نلحق نفسنا بيها. ايوه الحق نفسك بالظبط كده، الحق نفسك بالظبط عشان الدهون بقى اللي احنا يعني هناكلها دي كلها ما تلحقش تتراكم او تتخزن في الخلايا الدهنيه اللي موجوده في الجسم. صحيح. طيب النهارده موضوعنا عن ثبات الوزن. ثبات الوزن ده بيعكنن على الناس كتير، لان تقول لك ايه انا يعني بجد انا ما اكلتش كتير خالص، انا ما عملتش حاجه للدرجات دي اللي هي تخليني ما انزلش، لكن كل ما اجي اوزن نفسي الاقي وزني ثابت. وزني ثابت على الميزان، دي اكتر حاجه انا بسمعها او تقول لي انا مش بنزل خالص. طب ما احنا محتاجين عامل خارجي هو اللي ياثر في ده. ما هو اكيد ما دام ما بنزلش يبقى في عوامل، يا انا بعمل حاجه غلط، يا انا باكل غلط، يا اما ترتيب الاكل عندي مش مظبوط. طب هعمل ايه؟ المفروض ان انا هاخد عامل خارجي، بس العامل الخارجي ده اولا لازم اتاكد من مصدره ان هو لازم يبقى مصرح من وزاره الصحه، اتاكد هو هيدخل جوه جسمي يعمل ايه. انا محتاجه عامل خارجي يسد الشهيه، يزود معدل حرق الجسم، يعمل لي كنترول على شره الطعام وشره السكريات، يخلي جسمي يحرق كاني بتحرك او بنزل جيم وانا اصلا قاعده في البيت ما بتحركش. طب ده كله الكومبو ده كله هعرف اعمله ازاي؟ عن طريق الكورس اللي انا جايه بيه النهارده. طيب الكورس عباره عن ايه؟ خلينا نقول عرض الثلاث شهور الاول بتاع الكورس ومنه هشرح الكورس. ليه بدات بعرض الثلاث شهور؟ لان هو متكون من 5 منتجات معايا. طب الخمس منتجات دول بيعملوا ايه او يهموا كل اللي بيتفرجوا علينا ما فيهم اخواتنا المسيحيين بايه؟ هيهمهم ان اول حاجه اول كبسوله معايا اللي هي كبسولات الانسيليم، كبسوله الانسيليم دي هي مسؤوله عن سد الشهيه، انا بحب اسميها جدا كبسوله تكميم المعده، بتصغر لي حجم المعده، بتخليني اقدر اكل وعك زي ما هم هياكلوا. أيوة طبعا النهارده طبعاً، بس بكميه قليله، فدي اول حاجه بتعملها الانسيليم. طيب تاني حاجه الجراسينيا او الماجيك بوكس بتعمل ايه؟ دي بتشيب شكل الجسم، ومش بس بتشيب شكل الجسم، يعني مش بتشيل لي مثلا السمنه الموضعيه او الدهون او كده، لا هي كمان بتضعف الخلايا الدهنيه اللي موجوده في اماكن السمنه الموضعيه، فمهما كلت تاني او في دهون دخلت جسمي هي مش هتتخزن في الاماكن اللي انا حرقتها او الاماكن الجراسينيا اشتغلت فيها، فدي كده وظيفه تاني كبسوله. طيب تالت كبسوله او الجراسينيا انا بحب قوي اسميها بديله الميزوثيرابي. اوكي. عشان هي بتدخل تفتت موضعي، زي في ناس كتير عارفه يا استاذ دي تقول لي يعني هو ممكن اكل خس فيخسس بطني؟ هو ممكن اكل زبادي بالليمون فتخسس الكرش؟ لا هي الجراسينيا بس كانها هتروح في حته معينه. لا عارفه انا بقول لهم ايه؟ بالظبط عارفه بقول لهم ايه؟
بالعقل كده بعيدا عن طبيا وعلميا، وهنركن ده كله على جنب، هو في اكل هيدخل هيبقى عارف ان الدهون في الحته دي بالظبط، فهيروح للبطن بس عشان يخسس البطن بس؟ اكيد لا. بس الجراسينيا هي وظيفتها انها بتفتت الدهون المعقده اللي موجوده في الجسم، تحولها لدهون بسيطه، فبالتالي بتشيب بشكل الجسم. وبالذات بقى الكلام ده للستات اللي بتتفرج علينا، الجسم لما بيتخن بيبقى كتله واحده، او بيبقى فيه عارفه العوامه او الكلاكيع دي، او البطن السفليه او الدراعات بالذات، الحاجات دي كلها بتضايق الستات بقى. بما اننا فعلا في عيد اخواتنا المسيحيين، فيبداوا بقى بيلبسوا والفساتين واللبس الحلو بتاع العيد بالظبط كده، خروجات الفتره اللي جايه دي بكره، فيبداوا يقولوا لي بقى انا الدهون مضايقاني، شكل الدهون في اللبس مضايقني. فهي دي وظيفه تاني كبسوله الجراسينيا، انها بتنحت شكل الجسم. طيب تالت كبسوله، ودي بقى اللي مسؤوليتها ثبات الوزن. حتى لو انا هفضل ثابته على الوزن، فانا هنزل دهون وهزيد عضلات. بس مش هفضل ثابته دهون، لا خالص، انا جسمي شكله هيتغير، مقاساته هتتغير، كل حاجه فيها هتتغير، بس في نفس الوقت انا محافظه على ان انا بنزل، محافظه على وزني ان انا وصلت له، محافظه على حجم المعده، محافظه على الشيب بتاع جسمي، محافظه على كل حاجه انا عملتها في اول شهرين. جميل. ده كله انا بشرح في كورس الثلاث شهور اصلا. تمام. هنيجي بقى المفاجاه النهارده بقى، بما اننا في عيد اخواتنا المسيحيين، عملت لهم كورس العنايه بالبشره، تقشير بقى، سكراب للبشره كلها. الجسم والبشره بيبقى الوش منور كده. ايوه منور كده. وكمان صابونه البابايا والكركم اللي بغسل بيها البشره وبسيبها لمده 30 ثانيه على الوش الرغوه بتاعتها، عشان تشلي الهالات السوداء وتشلي البقع وتشلي النمش وتشلي اثار الحبوب، وحتى الحفر اللي موجوده في الوش نتيجه الحبوب او الاكتيف اكني او الحاجه زي كده، هي بتنشفها، مفيده جدا للبشره. طبعا احنا عارفين البابايا والكركم بيفتحوا البشره 3 4 درجات عن اصلا لونها الطبيعي. اوكي. فده كده باكج لثلاث شهور. قولي لي بقى عامله عليه اوفر ايه تاني؟ اقول لك انا عامله عليه خصم 70%. واو. يعني هشتري الخمسه البرودكتس دول بالظبط ب 30% بس من ثمنه. طبعا زي ما احنا متعودين معانا دايما ان الشحن مجاني، ومتابعه مجانيه من فريق طبي متخصص. جميل. طبعا عايزين نروح للكورس الحق نفسك. ايوه، الحق نفسك. هو اكيد الدهون مش كلها بتتكون في يوم واحد، اكيد، ومش فتره واحده بس اللي هي اللي هو هننام ونصحى نلاقي الدهون جت في البطن والارداف والظهر والحاجات دي. فبتاخد لها شويه. هل كورس الحق نفسك اللي هو كورس الشهر ده ممكن ان هو يخليني لو انا صاحبه دهون عنيده، لو انا صاحبه سمنه موضعيه، تمام، يلحقني قبل ما العك اللي بعكه ده ينتشر في اماكن السمنه الموضعيه؟ حلو قوي. الخمسه سته كيلو دول المصيبه. ليه بقى؟ عشان دول اللي بنبدا بيهم الطريق للزياده بعد كده. فاه طبعا عرض الشهر ده اللي هو عليه خصم 40%، مكون من كبسولات الانستيليوم اللي بتعمل كنترول على شره الطعام، او بتعمل لي تكميم لحجم المعده، بلس كمان انا حاطه معاها الكروميوم عشان يزود لي معدل حرق الجسم ويمنع تخزين الدهون. فطبعا هيبقى مفيد للناس اللي عاوزه تنزل 5 6 او 10 كيلو كمان في الشهر. ده حلو جدا. طيب اكيد لازم اننا نطمن الناس ان الكورس ده من ازاي نطمنهم ان هو مصرح بيه من وزاره الصحه. ادي التصريح اهو قدامنا دكتور هبه، وعايزاكي كده تقولي لي الفرق ما بين الكورس ده والكورسات اللي بنلاقيها على السوشيال ميديا ومنتشره جدا جدا الايام دي بالتحديد، يعني انس في الكرش 30 كيلو في الشهر، مش الحاجات دي. او مقارنه سريعه، اولا احنا مصرحين من وزاره الصحه، الكورس مجهول المصدر، مش هتلاقي ليه اي اساس من الصحه، زي ما انت دايما بتقولي هو مكون من ايه بالظبط، زي ما انت بتقولي بيبقى معمول بير تحت بير السلم، هو ده حرفيا هو بيبقى معمول كده. طيب الكورس بتاعنا انا دايما بقول مكوناته، الياف الياف، فاكهه فاكهه، وببقى قصدي عشان الناس تدخل تقرا، ومكتوب على الكورس، يعني مكتوب على البرودكتس اللي هتروح لهم كل مكون ايه هو، بالعدد بتاعه، بالفيتامينز اللي موجوده، بكل حاجه. طب الكورس مجهول المصدر، انت بتاخدي كبسوله علبه مجهوله الهويه، انت مش عارفه مكوناتها عباره عن ايه. تمام. طيب الكورس بتاعنا جوه الجسم بيشتغل ازاي؟ بيشتغل بنفس الدوره او نفس الوتيره اللي ربنا خليها بتاع الجسم، بيدي احساس بالشبع. كبسولات السيليوم لما بتنزل بتدي، كبسولات الانستيليوم لما بتنزل بتعمل بالكي في المعده، فتديني احساس بالشبع، فاوريدي الاوردر بيروح من المعده للمخ، انا خلاص شبعت.
بحقه حقيقي، بحقه حقيقي مش احساس وهمي تماما. بالظبط كده، انا شبعانه فالمخ يبدا يترجم خلاص تمام هي شبعانه، فكده الجسم خد كفايته من الاكل وخد كفايته من الميه. نيجي بقى لمجهول المصدر، لا هو بيعمل اصلا بلوكينج لمراكز الاشباع في المخ، فبيخلي المخ هو اللي ما بيبعتش اشاره لا بالجوع ولا بالعطش ولا بالشبع، فبالتالي بيحصل هالات سوداء، بيحصل زياده في ضربات معدل ضربات القلب، بيحصل هبوط مفاجئ في الدوره الدمويه، بيحصل لخبطه في الانزيمات في الهرمونات، لان انت عامله حاجه ربنا اللي خليها انت قفلتيها، انت قافلاها بدواء كيماوي، فده طبعا اخطر حاجه، وهو ده الفرق ما بيننا وما بين اي دواء تاني مجهول المصدر، ان هو ده بيلخبط الهرمونات. بلس بقى ان هو بيلعب، يعني الاسبوع اللي فات جات لي بنوته كانت بتاخد دواء مجهول المصدر وقالت لي حصل لها نزيف، وراحت لدواء او راحت لدكتور وقال لها خدتي ايه؟ قالت له انا ما باخدش اي حاجه غير مالتي فيتامين ولسه جايبه الدواء ده باخده من على الانترنت، قال لها ده لازم توقفيه فورا. فطبعا طبعا اي بنت بتتفرج عليا ما تاخدش، ممكن حاجات مجهولة المصدر دي تبقى فيها هرمونات كمان طبعا، او طبعاً حاجه تضرب تلخبط الهرمونات بالظبط، تضرب او تلخبط الهرمونات بالظبط، فده طبعا خطر، لان هي سايكل كامله متكامله، ربنا خالق الجسم كله دوره كل واحده بتمشي حاجه، فما ينفعش ان انا ادخل اضرب حاجه وتقولي لي الحاجه الثانيه مش هتضرب. صحيح. لا هي تضرب، فلا طبعا ابعد عن الخطر واخد حاجه انا شايفه تصريحها بعيني، شايفه انها كويسه، شايفه ان الناس كتير خست عليها وما عملتلهاش اي مشاكل بالزبط. خالص بس فده امن. طب نشوف صور الحالات، نشوف حصل لهم ايه قبل وبعد وشكلهم اتغير ازاي. يعني اهو 85 كيلو وبعدين بقى 68 كيلو، خسر 17 كيلو في نص كيلو ونص، 17 كيلو في شهر ونص. يعني اعتقد دي يعني كيلوهات كتيرة قوي في شهر ونص. هي كتيرة بس بالنسبة لنا لا خالص مش كتيرة، وما كانش ملتزم يعني بنظام. عارفة ليه بقول لك كده؟ ما بنشوفش الحاجات دي الا للناس اللي عاملة عمليات جراحية بالزبط. او تحويل معدة او تكميم بالظبط، اللي هي العمليات اللي اولا مكلفة وثانيا بعدها بتاخدي دايت قاسي جدا، والعملية تنجح ما تنجحش، لسه بقول اهو العملية تنجح ما تنجح، طب ليه لما انا ممكن اكون عاملة كورس شبه العملية؟ بصي بصي الكرش، لا حرام يعني، ده يعني فعلا تصدقي دكتور هبه برضو ده بيمثل برضو تكوم الدهون او تكدسها في منطقه واحده، ممكن تبوظ يعني، ممكن رجليه تبقى رفيعه لكن الكرش والتسدي والدراعات الجناب بالظبط. وبعدين انت ممكن 14 كيلو لوحدهم يبقوا في المنطقه دي ودهون بقى بيض. دهون بس 22 كيلو في شهرين ونص، يعني اعتقد ده كسب صحته في شكله كمان. امراض معينه بتيجي لناس عندها تكدس الدهون في منطقه البطن، بيعمل سيندروم معين كده اللي هو بيبوظ دهون على الكلى، الدم بقى طبعا، دهون الثلاثيه، الكوليسترول، مقاومه الانسولين، عشان كمان تركيز الدهون في الحته دي. بصي نبص على اخر صوره وبعد كده هنرجع تاني عشان دي بنوته بقى 97 وبقت 70، بالنفس والوقفه والفستان وطبعا يعني هي مخلفه فهي بالزبط. عندها عذرها انها زادت بالشكل ده، بس ما عندهاش عذر انها تفضل زي ده بالظبط كده، انها لازم الاراده انها توصل لشكلها تاني قبل ما تخلف. بعدين نفسيا برضو بتفرق مع الستات، احنا الستات لما بنقف نيجي نلبس بنطلون معين او سكيرت معينه او دريس معين مش داخل، ونلاقي نفسنا مش داخل، ده بيبقى يوم كآبه علينا كلنا، وما بتبقيش بقى عروف. بيضرب اليوم كله، بنبقى نكد. تلبسي ايه حتى لو في لبس مقاسك؟ ما لا خلاص تلبسي. انا متضايقه، انا تخنت. فنرجع لحته الدهون اللي انت قلتي عليها، مقاومه الانسولين اللي بتيجي نتيجه مرض السمنه، بتركز تركيز الدهون في منطقه البطن والارداف والجناب سواء عند الستات او عند الرجاله، وبتعمل بقى مشاكل اكتر للرجاله، الستات زي تكيس المبايض وغيرها وغيرها من الامراض دي اللي انا ممكن اتفاداها عشان بس اول ما ازيد الحق نفسي على طول. طيب نفكر الناس كده بالعروض اللي معانا النهارده وبالهدايا، وقد ايه الهدايا تهتم بالجمال واحنا في الاعياد. ايوه بالظبط كده، الاول طرق التواصل عن طريق الارقام اللي ظاهره قدامنا على الشاشه او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف، واحنا معانا ثلاث عروض. اول عرض، عرض الشهر ده، عليه خصم 40% مكون من كبسولات الاناستيليوم ومعاها كريم شد البشره وفيتامين دي هديه. وتاني عرض معانا عرض الشهرين، عليه خصم 50% مكون من كبسولات الاناستيليوم والماجيك بوكس اللي هي الجراسينيا اللي نحت الجسم، ومعانا كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وتالت عرض اللي هو انا مسميه النهارده كورس الانكريم
الانقاذ السريع او أيوة. كورس الجمال والرشاقه ده اوفر الثلاث شهور ده عليه خصم 70% مكون من الثلاث كبسولات كبسولات الاناستيليوم والماجيك بوكس والفينيل ومعاهم عرض العنايه بالبشره دي سكراب لتفتيح البشره وتقشير الجسم كله بما فيهم الجسم والبشره كمان وصابونه الكركم والبابايا للهالات السوداء وللبقع الداكنه ولتفتيح البشره. طيب احنا معانا طبعا اهو كريسمس اوفر 70% اللي هو الكورس الثالث اللي الدكتور هبه قالت لنا عليه كورس الثلاث شهور ونرد دلوقتي على التليفون على الاستاذ محمد. استاذ محمد ازيك؟ السلام عليكم. ازيك يا استاذ؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله بنعمه والله. الحمد لله. احكي لي بقى حكايتك، خدت الكورس ولا لسه بتسال عليه؟ خدت الكورس بقالي 18 يوم اهوت ما شاء الله. ما شاء الله بقالي 18 يوم او 19 يوم. خسيت قد ايه؟ ايوه خسيت قد ايه بقى؟ نزلت 9 كيلو. واو ما شاء الله حلو ده. 9 كيلو يعني كانه بينزل له ايه ده 2 كيلو في اليوم؟ لا انا 18 يوم. 18 يوم. طب قول لي انت واخد نظام غذائي ولا سايبينك تاكل براحتك؟ لا براحتك. شفتي انا لسه كنت هقول له حد اداك نظام غذائي؟ يعني بتفطر الصبح زينا فول وطعميه وجبنه وحاجات كده عادي؟ باكل كل حاجه. امال ايه اللي اختلف بقى؟ اللي اختلف ايه؟ بتاكل اقل؟ اقل الكميه قلت بس انما جميع الاكل باكل. الكميه قليله. طيب قول لي كده انت كنت كام كيلو؟ كنت قد ايه وزنك؟ انا كنت 118 كيلو. انا مش هرد عليك دكتور هبه اللي هترد. 118 حرام عليك. طب ونزل 18 ما هو نزلهم. طب الكيلوهات اللي انت خسرتها دي انت في حد يعني شايفك وقال لك ان انا انت شكلك خسيت او شكلك خسس؟ الحته ما شاء الله حتى اهلي والناس هنا في الجيران هنا ما شاء الله يقول لي حاجه جميله. طب حلو قوي. يعني اتمنى بقى ان احنا ننزل عن ال 118 نوصل لل 90 مثلا وتكلمني بقى تاني. ربنا يخليك يا دكتوره دينا. ربنا يخليك يا استاذه دينا. ربنا يخليك يعني. شكرا. انا بشكرك شكرا جزيلا يا محمد. مزيد من الخسسان يعني مزيد من الصحه باذن الله. طبعا احنا في ست الستات وراجل اهو بيشاركنا تجربته معنى كده ان احنا يعني مش منحازين. بالظبط. لان خلي بالك كمان لو الست مليانه الراجل عادة بيبقى مليان لأنه واضح كده أن بيبقى فيه روتين, روتين أكل في معين بيبوظوا مع بعض. العشاء متأخر مع بعض. هي دي أنا لسه كنت هقولها النقطة دي. العشاء مع بعض. هم بيبقوا طول النهار في اشغالهم وجبه الغداء واقعه منهم هما الاثنين لما بيرجعوا هي بتبدا تحضر الاكل او هيطلبوا اكل من بره او هياكلوا اي حاجه فوجبه الغداء بتتحول لوجبه عشاء فبالتالي وجبه العشاء دي بتبقى دسمه جدا بيبقى فيها على الليل الكربوهيدرات وبيبقى فيها البروتين عالي وبيبقى فيها كل وجبه الغداء فاللي هو ما بيلحقوش كمان يتحركوا هما يا دوب بياكلوا بيناموا فاللي هو لا ما ينفعش صعب قوي. اللي بيعمل دايت بيبقى متعود على طريقة معينة للأكل علشان كده دايما دكاترة التغذية وحضرتك طبعا تقدري تقولي لنا هل بتنصحي اللي بيعملوا دايت ان هم يغيروا من طريقة الدايت بتاعتهم كل فترة؟ يعني انا عارفة ان الكورس ده ما بيتطلبش دايت خالص بالزبط. لكن عموما هل تغيير النمط الغذائي بيساعد في عدم ثبات الوزن بشكل او باخر؟ اكيد طبعا. حلو قوي فعلا السؤال ده عشان في ناس كتير بتبقى ماشية طول حياتها على نمط غذائي واحد وتقول لك انا ما بقتش بنزل في الوزن. ما انت مثبته جسمك على وتيره واحده بالظبط. وبعدين انت منعاه من اكلات هو ممكن يكون محتاجها طبعا زي الناس اللي على طول بتاكل جبن تقول لك انا ما بحبش الخضار. طب ما انت جسمك محتاج الالياف والحاجه اللي في الخضار. ناس تقول لك انا ما بحبش الطبيخ. طب ما انت جسمك محتاج الخضروات دي والفيتامينز اللي فيها. ناس تقول لك انا ما باكلش كربوهيدرات خالص. ما انت جسمك محتاج برضو كربوهيدرات. فلا طبعا انا ما ينفعش امشي على نظام واحد مدى الحياه ده بيتعب الجسم لان مش دي الطبيعه اللي ربنا خلقنا بيها. احنا ربنا خلقنا ناكل كل حاجه بالظبط. بس الفكره ان انا الكالوريز فيها قد ايه وانا هخلي كميه قد ايه. طيب عروض بقى قبل ما اقول الريفيوهات يلا بينا نبدا بالكومبو بتاعنا. على فكره سوري بدون قطع كلامك ده ينفع هديه للاعياد؟ ما هو انا جايباه النهارده مخصوص عشان هديه للاعياد. لا يعني لو راجل جاب مثلا لمراته عيد الميلاد كورس او هي جابته هي جابت له كورس ادته هو يخس وهي او بنتها جابت لها كورس مثلا تبقى هديه حلوه. على فكره لسه الفقره اللي فاتت بنتكلم على اتيكيت الهدايا فبنقول ان الهدايا اللي تنفعنا اللي تسعدنا مش اي هديه وخلاص بالظبط. لا طبعا ما عشان كده ملائم يعني عملته
كورس كمان فيه عنايه للبشره، عشان لو راجل ومراته يعرفوا يهادوا بعض، هي تستفيد وهو يستفيد الاثنين. ممكن بيشار، ممكن هما كمان هما الاثنين ياخدوا كورس ثلاث شهور الاثنين هيخسوا، والاثنين هيستخدموا البرودكتس بتاعت البشره، بس الستات اكتر طبعا. طيب هنشوف الكورس مع دكتور هبه حسام مره ثانيه. كورس الانقاذ السريع او عرض الثلاث شهور ده عليه خصم 70%، مكون من الثلاث كبسولات بتاعتنا، كبسولات الاناسيليوم والماجيك بوكس والفينيل، ومعاهم عرض العنايه بالبشره، السكراب لتقشير وتفتيح البشره، وصابونه الكركم والبابايا لازاله الهالات السوداء والبقع الداكنه من البشره. وده طبعا الكورس بتاعنا الاولاني، والكورس ده بينزل من 30 ل 40 كيلو في الثلاث اربع شهور. تاني كورس معانا ده عرض لشهرين عليه خصم 50%، مكون من الاناسيليوم والماجيك بوكس، ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه، وده للناس اللي عاوزه تنزل مثلا 15 او 20 كيلو في الشهرين. وتالت كورس معانا ده عرض الشهر، اللي هو طبعا انا وانت مسمينه الحق نفسك بالظبط. ده مكون من كبسولات الاناسيليوم. لو الناس تلحق نفسهم على فكره مش محدش هيعان من السمنه الجامده خالص. ومعاه كريم شد البشره وفيتامين دي هديه، وطبعا الشحن مجاني لجميع المحافظات والمتابعة مجانية من فريق طبي متخصص. طيب البيج طبعا اللي هي دايت لايف وان دايت، دي ممكن ندخل عليها ونشوف اخبار الكورس ايه والناس بتقول ايه، ولو عندنا اسئله كمان احنا ما سالناهاش في حلقتنا او في لقائنا ممكن هم يسالوها للفريق الطبي. طيب بعد اذنكم ممكن نشوف ريفيوهات الناس اللي جربت الكورس وتواصلوا مع الفريق الطبي ونشوف كده بيقولوا لهم ايه. السلام عليكم، انا اخذت الكورس من شهرين وخسيت 20 كيلو، دلوقتي هبدأ في الفينيل امتى؟ وانا لسه حابة انزل 15 او 20 كيلو تاني، اعمل ايه؟ سؤال مهم بقى. حلو، احنا يعني مش محتاجين اي حاجه غير ان احنا برضو هل ما اخدش بقى وقتها الفينيل؟ لا انا هاخد برضو الفينيل. بصي كل البرودكت بتاعه الكورس بتخسسني وبتزود معدل الحرق، بس فيها حاجه زياده بتعمل لي حاجه جسمي محتاجها. أوكي. يعني الفينيل بيحافظ على حجم المعده وبيحافظ على شكل الجسم، وفي نفس الوقت انا لسه بخس في الوزن لغايه ما اوصل للوزن اللي انا عاوزاه. وفي ناس بتزود مثلا تاخد كورس اللي هو الحق نفسك ده، اللي هو عرض الشهر، اللي هو زياده فوق الثلاث شهور بالظبط، فننزله كمان شويه دول ونبدا بقى بعد كده في الفينيل على حسب طبيعه الجسم وعلى حسب شكل الجسم. طيب. يعني بيبعتوا لنا صورهم عشان كده. وتاني ريفيو، انا كنت 87، انا كملت الشهر خسيت 8 كيلو، وده السؤال بتاع كل مره، هل كلنا نخس زي بعض ولا كل جسم مختلف عن التاني؟ حلو، دي هترجعني للحته بتاعت المقارنه سريعا ما بين الكورس ده والكورس ده، اللي هو انا مش كورس كيماوي هيدخل جسمك هينزلك واخد تارجت انا هنزل 30 كيلو. هو هينزل من الجسم 30 كيلو وات ايفر، كانت ميه دهون عضلات ايه هو هينزل دول. انا لا خالص، انا عشان الجسم ماشي بطبيعته، فكل واحد بيختلف على حسب معدل الحرق، على حسب الحركه، على حسب طبيعه الاكل، على حسب ماشي بنظام غذائي ولا لا. الكورس ده هل ممكن كبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة بيبقى دايما قلقانين من تضارب الأدوية مع بعض؟ ده حتى الأدوية بتاعت الأمراض اللي يعني أحيانا بتتضارب مع بعض. طب هاجي بقى وأقول لهم خدوا كورس زيادة، ما هو ممكن يلخبط لهم اي دواء من اللي بياخدوه، ولا ده ما بيحصلش مع الكورس بتاعنا؟ ما بيحصلش تماما. ليه بقى؟ عندي حاجتين، الكورس اعشاب والياف طبيعيه، والكورس مصرح من وزاره الصحه. اعشاب والياف طبيعيه دي تفيد الناس في ايه؟ تفيد ان هو مش سلسله كيماويه ممكن تتعارض مع اي دواء في سلسله كيماويه ممكن يدخل الجسم نتيجه الامراض المزمنه. فبالتالي هو ما بيأثرش على اي حاجه خالص، بلس ان هو كمان مصرح من وزاره الصحه، فما هو ملوش اي اضرار ومش بيلخبط اي حاجه في الجسم بالظبط. نشوف معانا صور تاني كمان لا بيفور اند افتر، تعالوا نشوفهم كده. ايه اللي مختلف اللي حصل لها؟ من قبل كده كانت 85، بعد كده بقت 65، يعني خست 20 كيلو في شهرين. والواحد دايما يا دكتور هبه بيستصعب او يقول لك انا هخس كل ده في شهرين. ده بيحصل بالفعل طبعا في الكورس. وعشان كده انا لما عملت الكورس ده انا عملته هو اللي هيعمل الاراده للناس انها تخس. عشان كده ولا بدي نظام غذائي ولا بطلب حركه ولا بطلب نزول جيم، هو الكورس هيعمل كل حاجه، واحنا حرفيا قاعدين حاطين رجل على رجل كده على الكنبه، والكورس هو اللي هيخسس 30 20 10 40 كيلو، كل واحد هو عاوز يخس قد ايه.
خسر 16 كيلو في شهر ونص، يعني 86 بقى 70. طبعا يعني نقدر ببساطه نقول ان هو صغر له في السن على الاقل 10 سنين. اه طبعا عارفه اللي هو الكرش بيخلي الواحد اللبس اللبس احنا كلنا دلوقتي بننزل نجيب لبس عشان نحس شكلنا حلو ومبسوطين وقد ايه الالوان لايقه علينا وشكلنا حلو. فبالكرش او سواء عند الستات او عند الرجاله احنا كلنا عاوزين مظهرنا يبقى حلو. يعني بصي فرق الصورتين، واحنا يعني طبعا طبعا الكرش والتسدي والجناب اكيد الفرق واضح. ومعانا على التليفون طيب هنرجع للصوره الاخيره دي، بس ممكن اخد ايه الاول. اوكي هاخد ايه الاول. يا ايه مساء الفل. مساء الخير، ازيك يا استاذه دي؟ ازيك انت ايه، عامله ايه؟ الحمد لله. اقدر اكلم الدكتور؟ معاكي دكتور هبه، اتفضلي. ازيك يا ايه، عامله ايه؟ ازاي حضرتك يا دكتور؟ تمام الحمد لله، اتفضلي يا حبيبتي. انا هستأذنك بس انا عندي مشكله. فضل. انا وزني 85 كيلو وانا بتضايق جدا لما اروح اشتري اللبس وما الاقيش مقاسي فيه. طبعا وعايزه البس حاجات معينه برضو ما بلاقيش مقاسي فيها. تمام. انا عندي 37 سنه نفسي انزل حتى ولو 15 كيلو بس. طب احنا عندنا سمنه موضوعيه فين بقى يا ايه، ما دام احنا اللبس كده اللي مضايقنا؟ هو بس مطرح الولاده عندي في منطقه البطن، البطن السفليه. طيب تمام اسمعينا يا ايه. شكرا يا ايه على اتصالك، ودكتور هبه هتقول لك بقى الحل اللي هينسف كل الدهون دي. ال 15 كيلو نتزم ناخد بسرعه اوفر الشهرين. تمام. 15 كيلو، وناخد كمان معاه كريم شد الترهلات، وده هيفيدها جدا. الجراسينيا هتبقى بتحرق الدهون من جوه وبتشيب شكل البطن والجسم تاني وترجعه طبيعي من جوه، وكريم شد الترهلات من بره عشان يزود الالاستيستي بتاعه الجسم وتحفيز الكولاجين عشان ما يحصلش ترهلات او الترهلات حتى اللي موجوده مكان طبعا شده البطن من الحمل والولاده. فطبعا كريم شد الترهلات والكورس الثاني هيبقى افيد حاجه لايه، زيها زي صوره البنوته اللي احنا لسه متفرجين عليها. صح. اللي معاها بيبي. آه. شايفين طبعا فرق الجسم عمل ازاي وفرق القوام ورسمه الجسم الانثوي اللي رجع لها ثاني بعد الولاده. طبعا ايه اللي في الكورس بيعمل النحت؟ يعني احنا شايفين اهو يعني نزل 20 كيلو في شهرين ونص. ولو بصينا كده لا ده عضلاته كويسه بس بطنه اللي اختفت تماما، والتسدي نزل النص. يعني هو طبعا لسه في رحله النزول بالظبط، لكن ايه اللي بيعمل نحت للجسم في الكورس؟ الجراسينيا كامبوجيا برضو. هي الاجابه لكل الاسئله، هي الاجابه لكل الدهون. الكروميوم معايا في الاناسيليوم بيمنع تخزين الدهون اللي داخله جديد، والجراسينيا بتفتت الدهون اللي موجوده، والجراسينيا فيها حاجه اسمها هيدروكسي ساتريك اسيد. الهيدروكسي ساتريك اسيد ده بيمنع تخزين الدهون اللي داخله برضو جديد. أوكي. وبيضعف الخلايا الدهنيه اللي موجوده، فيخلي حتى لو سمنه موضعيه او شيب الجسم او شكل وراثي في منطقه البطن، لا انا بضعف الخلايا الدهنيه اللي موجوده في المنطقه دي، فبتخليها ما تتخنش تاني او ما ترجعش تاني. الله. بالشكل ده. طبعا عايزين ايه رايك نختم اللقاء ده بالعروض بتاعتنا، علشان اللي بيتابعنا دلوقتي ومش عارف يحدد هياخد انهي كورس، وفي بقى اللي يلحق نفسك، في اللي سمنه موضعيه، في اللي سمنه كتير وزن عالي، فدكتور هبه هتقول لنا كل العروض. حلو، احنا معانا ثلاث عروض. اول عرض، عرض الشهر ده عليه خصم 40%، وده للناس اللي عاوزه تنزل 5 6 او 10 كيلو مثلا في الشهر، ومعاهم كريم شد البشره وفيتامين دي هديه. وتاني عرض معانا ده عرض الشهرين عليه خصم 50%، مكون من كبسولات الاناستيليوم والماجيك بوكس، ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وتالت عرض الكومبو اللي معانا النهارده ده عليه خصم 70%، مكون من الثلاث كبسولات الاناستيليوم والماجيك بوكس والفينيل، ومعاهم عرض العنايه بالبشره السكراب لتقشير وتفتيح البشره، سكراب البابايا، ومعانا صابونه الكركم والبابايا لازاله الهالات السوداء وتفتيح البشره برده وازاله البقع الداكنه. وطبعا ما ننساش ان الشحن مجاني لجميع المحافظات والمتابعه مجانيه من فريق طبي متخصص. وطبعا العرض الاخير ده زي ما شفنا على الشاشه كان عرض الكريسماس كمان. والصفحات على الفيسبوك دايت لايف وان دايت، زي ما دكتور هبه قالت لنا اللي ما لحقش يسمع كل الكلام اللي قلناه يقدر بكل سهوله يشوف ايه الكورس ده مكون من ايه من على الصفحات دي ويتصل بالارقام دي. طبعا دكتور هبه النهارده هيبوظ يعني هم يبوظوا وانا هصلح ما يلاقوش. ايوه ده اللي عايزين نضمنه.
يعني بوظوا براحتكم، الليلة عيد زي ما بنقول، كل سنة وكل المصريين يا رب طيبين وبصحة وبسعادة وبخير. عيد ميلاد مجيد على الكل. وطبعا دكتور هبة حسام أخصائية التغذية العلاجية بشكرها شكرا جزيلا على كل المعلومات اللي قالتها لنا النهاردة. بنتمنى لحضراتكم قضاء عيد سعيد، يا رب يكون يعني ليلة جميلة، ومن بكرة بقى الأعياد تبدأ كل سنة مرة تانية، وحضراتكم كلكم بخير. بكرة حلقة جديدة ويوم جديد إن شاء الله، أشوفكم على كل خير. باي.